السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 7 من درس نهاية دالة عددية. نص التمرين يقول: احسب النهايات التالية. لدينا 5 حالات. لنبدأ بالحالة الأولى، لنحسب نهاية 3 جذر مربع x ناقص 2 x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. أولا، لحساب النهاية نقوم بالتأكد من الحساب المباشر. لدينا نهاية 3 جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، ونهاية ناقص 2 x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، شكل غير محدد. لإزالة هذا الشكل نقوم بالتعميل في هذه الحالة. نعلم أن ناقص 2 x هي ناقص 2 جذر مربع x في جذر مربع x، وبالتالي نلاحظ هنا عامل مشترك هو جذر مربع x، نعمل به فنحصل على نهاية جذر مربع x عامل ل 3 ناقص 2 جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. لدينا النهاية الاعتيادية، نهاية جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. إذا هذا يعني بأن نهاية ناقص 2 جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. هذا يستلزم بدوره بأن نهاية 3 ناقص 2 جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. إذا باستعمال الجداء نحصل على نهاية الجذر مربع x عامل ل 3 ناقص 2 جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. نهاية التعبير المتواجد بين قوسين هي ناقص ما لا نهاية، ونهاية جذر مربع x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي نهاية 3 جذر مربع x ناقص 2 x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. الحالة الثانية، أولا سنتطرق لطريقة حساب هذا النوع من النهايات، أي النهاية التي تكتب على شكل ax أس 2 زائد bx زائد c الكل تحت الجذر مربع زائد الفا x زائد بيتا عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. أول خطوة نقوم بها هي الحساب المباشر. إذا نقوم بالحساب المباشر لمعرفة هل لدينا شكل غير محدد أو لا. في حالة الحصول على شكل غير محدد فلدينا حالتين. الحالة الأولى، إذا كان جذر مربع A يخالف ألفا في هذه الحالة يكفي التعميل بX. الحالة الثانية، إذا كان جذر مربع A يساوي ألفا في هذه الحالة نقوم بالضرب والقسم على المرافق. ثم في حالة الحصول على شكل غير محدد نقوم بالتعميل بX في البسط وفي المقام، ثم نختزل X ونمر إلى النهاية. باستعمال هذه الطريقة لنقوم بحساب النهاية الثانية، أي نهاية 4x أس 2 ناقص 3x الكل تحت الجذر المربع زائد x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. المرحلة الأولى هي الحساب المباشر. لدينا التعبير المتواجد تحت الجذر المربع هو تعبير لدالة حدودية، ونعلم أن نهاية دالة حدودية بجوار ناقص ما لا نهاية هي نهاية الحد الأكبر درجة. في هذه الحالة نهاية 4x أس 2 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، والتي تساوي زائد ما لا نهاية. هذا يعني بأن نهاية 4x أس 2 ناقص 3x الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. من جهة أخرى نهاية x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، وبالتالي حصلنا على زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، شكل غير محدد. إذا نمر لاستعمال أو للتأكد من هاتين الحالتين. لدينا A في هذه الحالة هو العدد 4 وألفا هو العدد 1. جذر مربع A أي جذر مربع 4 يساوي 2، ونعلم أن 2 يخالف 1. إذا في هذه الحالة لإزالة الشكل الغير المحدد يكفي التعميل بX. من أجل التعميل بX أولا نقوم بتعميل التعبير المتواجد داخل الجذر مربع. لدينا 4x أس 2 ناقص 3x تساوي x أس 2 عامل ل 4 ناقص 3x على x أس 2.
جذر مربع أ في بي هو جذر مربع أ في جذر مربع بي، مع أن أ و بي عددين حقيقيين موجبين. جذر مربع إكس أس 2 هو القيمة المطلقة لإكس. بما أننا نشتغل بجوار ناقص ما لا نهاية، فالقيمة المطلقة لإكس هي ناقص إكس. من جهة أخرى، إكس أس 2 يساوي إكس في إكس. ثم نختزل من البسط ومن المقام إكس و x، فيتبقى لدينا نهاية ناقص x عامل ل 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد x ناقص 1. هنا نعمل بناقص x لنحصل على نهاية ناقص x عامل ل 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 ثم ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. نمر للحساب المباشر. بما أن نهاية 4 ناقص 3 على x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، هذا التعبير المتواجد تحت الجذر المربع، تساوي 4 ناقص 0، النهاية هنا هي 0، أي تساوي العدد 4، فهذا يعني بأن نهاية 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي جذر مربع 4، أي تساوي العدد 2. ثم سنقوم بطرح العدد 1، فنحصل على نهاية 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 2 نهاية الجذر المربع ناقص هذا العدد ناقص 1، أي تساوي العدد 1. إذن باستعمال الجداء نحصل على نهاية ناقص x عامل ل 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، لأن نهاية التعبير المتواجد بين قوسين هي العدد 1، ونهاية ناقص x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية في 1 تساوي زائد ما لا نهاية. عند طرح العدد 1 سنحصل على نهاية ناقص x عامل ل 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. وبالتالي النهاية المطلوبة، أي نهاية 4 x أس 2 ناقص 3 x الكل تحت الجذر المربع زائد x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. بنفس الطريقة لنقوم بتحديد نهاية 4 x أس 2 ناقص 3 x الكل تحت الجذر المربع زائد 2 x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. أولا الحساب المباشر. حسب ما سبق نعلم أن نهاية جذر مربع 4 x أس 2 ناقص 3 x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، ونهاية 2 x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، شكل غير محدد. إذن لإزالة هذا الشكل سنستعمل الطريقة السابقة. لدينا أ هو العدد 4 وألفا هو العدد 2. جذر مربع 4 يساوي العدد 2. إذن في هذه الحالة يجب الضرب والقسمة على المرافق. بالنسبة للمرافق أقتصر على هذين التعبيرين فقط. نعلم أن مرافق A زائد B هو A ناقص B. إذن البسط يكتب على شكل المتطابقة الهامة رقم 3. هنا قمت بالضرب في هذا التعبير، إذن من الضروري أن أقوم بالقسمة على نفس التعبير. جذر مربع 4x أس 2 ناقص 3x الكل أس 2 هي 4x أس 2 ناقص 3x، وناقص 2x الكل أس 2 هي ناقص 4x أس 2. أختزل 4x أس 2 وناقص 4x أس 2 تعبيرين متقابلين مجموعهما يساوي الصفر، فأحصل على نهاية ناقص 3x مقسوم على 4x أس 2 ناقص 3x الكل تحت الجذر المربع ناقص 2x ناقص 1. أمر للحساب المباشر. الحساب المباشر في هذه الحالة يعطي شكل غير محدد، زائد ما لا نهاية بالبسط وزائد ما لا نهاية بالمقام. لإزالة هذا الشكل سأقوم بالتعميل في المقام. نعلم أن 4x أس 2 ناقص 3x هي x أس 2 عامل ل 4 ناقص 3x على x أس 2. x أس 2 هي x في x، ثم أختزل x من البسط ومن المقام،
لنحصل على 4 ناقص 3 على x. هذا التعبير متواجد بين قوسين. جذر مربع A في B هو جذر مربع A في جذر مربع B، مع أن A و B عددين حقيقيين موجبين. لدينا جذر مربع x أس 2 هو القيمة المطلقة لx. بما أننا نشتغل بجوار ناقص ما لا نهاية، فالقيمة المطلقة لx هي ناقص x. المرحلة الموالية نعمل في المقام بناقص x، فنجد ناقص x عامل ل 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد 2. 2 في ناقص x هي ناقص 2 x. نختزل ناقص x من البسط ومن المقام، ناقص x وهنا ناقص x، فنحصل على نهاية 3 مقسوم على 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد 2 ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. ثم في هذه المرحلة نمر إلى الحساب المباشر. نعلم أن نهاية 4 ناقص 3 على x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 4. هذا يعني بأن نهاية الجذر المربع ل 4 ناقص 3 على x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 2. وبالتالي عند إضافة 2 سنحصل على نهاية جذر مربع 4 ناقص 3 على x زائد 2 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 2 زائد 2، أي تساوي العدد 4. إذن المقام يعطي العدد 4. بالمرور إلى المقلوب نحصل على نهاية 1 مقسوم على 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد 2 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي مقلوب 4، أي 1 على 4. وبالتالي عند الضرب في 3 نحصل على نهاية 3 مقسوم على 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد 2 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 3 على 4. إذن عند طرح العدد 1 نحصل على نهاية 3 مقسوم على 4 ناقص 3 على x الكل تحت الجذر المربع زائد 2 ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي 3 على 4 ناقص 1، أي 3 على 4 ناقص 4 على 4، والتي تساوي ناقص 1 على 4. ومن نستنتج أن نهاية 4x أس 2 ناقص 3x الكل تحت الجذر المربع زائد 2x ناقص 1 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص 1 على 4. النهاية رقم 4، نهاية x أس 2 ناقص 4x زائد 2 الكل تحت الجذر المربع مقسوم على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. في هذه الحالة الحساب المباشر يعطي شكل غير محدد، زائد ما لا نهاية في البسط وزائد ما لا نهاية في المقام. لإزالة هذا الشكل يجب الاختزال بx، ومن أجل الاختزال بx يجب التعميل في هذا التعبير. نعلم أن x أس 2 ناقص 4x زائد 2 هي x أس 2 عامل ل 1 ناقص 4x على x أس 2 زائد 2 على x أس 2. جذر مربع A في B هو جذر مربع A في جذر مربع B، مع أن A و B عددين حقيقيين موجبين. جذر مربع x أس 2 هو القيمة المطلقة لx، و x أس 2 هو x في x. نختزل في هذا التعبير x من البسط ومن المقام. بما أننا نشتغل بجوار زائد ما لا نهاية، فالقيمة المطلقة لx هي x، وهنا نحصل على ناقص 4 على x. ثم نختزل x من البسط ومن المقام لنجد نهاية 1 ناقص 4 على x زائد 2 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. بما أن نهاية ناقص 4 على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0، فباستعمال الجمع سنحصل على نهاية 1 ناقص 4 على x زائد 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 1 زائد 0 زائد 0، أي تساوي العدد 1. إذن بالمرور إلى الجذر المربع سنحصل على نهاية جذر مربع 1 ناقص 4 على x زائد 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي جذر مربع 1، أي تساوي العدد 1.
وبالتالي نحصل على نهاية x أس 2 ناقص 4x زائد 2 الكل تحت الجذر المربع مقسوم على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي العدد 1. النهاية الأخيرة نهاية 5x أس 2 ناقص 4x زائد 25 الكل تحت الجذر المربع ناقص x أس 2 زائد 2 الكل تحت الجذر المربع ثم الكل مقسوم على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. دائما الخطوة الأولى لحساب النهايات هي التأكد باستعمال الحساب المباشر. لدينا نهاية الجذر المربع الأول تساوي زائد ما لا نهاية، نهاية الجذر المربع الثاني تساوي زائد ما لا نهاية مع ناقص تساوي ناقص ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد. بما أن معامل x أس 2 في هذا الجذر المربع هو 5 ومعامل x أس 2 هنا هو العدد 1، إذن في هذه الحالة لإزالة الشكل الغير محدد يكفي التعميل. نعلم أن 5x أس 2 ناقص 4x زائد 25 تساوي x أس 2 عامل ل 5 ناقص 4x مقسوم على x أس 2 زائد 25 مقسوم على x أس 2. كذلك نفس الطريقة x أس 2 زائد 1 زائد 2 عفوا تساوي x أس 2 عامل لواحد زائد 2 على x أس 2. جذر مربع a في b يساوي جذر مربع a في جذر مربع b، نفس الشيء على الجذر المربع الثاني مع أن a و b عددين حقيقيين موجبين. جذر مربع x أس 2 هو القيمة المطلقة لx، جذر مربع x أس 2 هو القيمة المطلقة لx، x أس 2 هو x في x. ثم في هذه المرحلة نختزل x من البسط ومن المقام. بما أننا نشتغل بجوار زائد ما لا نهاية فx موجب، وهذا يعني بأن القيمة المطلقة لx هي x، نفس الشيء هنا. ثم هنا نلاحظ عامل مشترك هو x نعمل به فنحصل على x عامل ل 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 زائد 2 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع ثم الكل مقسوم على x. نختزل x من البسط ومن المقام، إذن نجد نهاية 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع ناقص جذر مربع 1 زائد 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. وبالتالي حصلنا على نهاية 5x أس 2 ناقص 4x زائد 25 الكل تحت الجذر المربع ناقص x أس 2 زائد 2 الكل تحت الجذر المربع ثم الكل مقسوم على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 زائد 2 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. بما أن نهاية ناقص 4 على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 25 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0. فباستعمال الجمع نحصل على نهاية 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 5 زائد 0 زائد 0 أي تساوي 5. وكذلك نهاية 1 زائد 2 على x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 1 زائد 0 أي تساوي العدد 1. بالمرور إلى الجذور المربعة نحصل على نهاية 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي جذر مربع 5. وكذلك نهاية 1 زائد 2 على x أس 2 الكل تحت الجذر المربع عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي جذر مربع 1 أي العدد 1. وبالتالي كنتيجة نهائية نحصل على نهاية 5 x أس 2 ناقص 4 x زائد 25 الكل تحت الجذر المربع ناقص x أس 2 زائد 2 الكل تحت الجذر المربع ثم الكل مقسوم على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي جذر مربع 5 هذا التعبير نهاية هذا التعبير عفوا ناقص 1 نهاية هذا التعبير. وبالتالي النهاية تساوي جذر مربع 5 ناقص 1.
بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.